انت عرفتي ايجابياته وسلبياته، عليكي بانك انت تقربي له مش تبتعد عنه. ما تقوليش كرامتي، انا ضد كلمه كرامتي. انا معاكي قدر وقت كرامتي في الجواز، لا الكرامه دي اول الجواز اللي فيها في كرامتي قدامي عليها ما فيش بين الزوجين كرامتي ثم كرامتي. لا نقطه كرامتي دي بتركن على جنب خالص مجرد ما اتجوزنا خلاص، لان الكرامه بقت واحده الاثنين وبقت الاثنين مع بعض لحد الجواز. الكومود في الدرج ايوه الكرامه وجوزي بقى خلاص، انا لست انا في موده في حاجات كده لازم لا كرامه بين الزوجين، لا لازم الكرامه ولازم الحدود. اما هي اساسا العلاقه قايمه على الاحترام. حدود. ايوه اه طبعا حدود. تقدير واحترام. حدود, إيه؟ حدود ازاي بيني حدود طبعا ازاي في كل حاجه. لا 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 في التعامل في الكلام. لا ده مع الناس مساحته الشخصيه ده بره حضرتك ده في الشغل بتاعي. لا لا ده في اللي بره على اللي جوه. على فكره اللي انا بقوله ده مش رايي، ده كلام العلم. ده علم ايه؟ لا قال في حدود. اه طبعا مفيش حدود بين الراجل والمراه. لا اكيد اكيد العلم ده بتاع بره مش عندنا. انت فاهم فاهم كلمه حدود غلط. طب الحدود في ايه؟ ان هو لو هو عنده هوايه، عنده خروجه متعود يعملها، عنده حاجه بيحبها، ان انا ادعمه واشجعه واقبله. بس اجي عند التليفون انتهك الحدود واخش على الدول المجاوره. لا طبعا ولا من حقه يشوف تليفوني ولا من حقي اشوف تليفونه. لا من حقه يشوف تليفوني. طب انا تليفوني عليه اسرار مثلا مرضى، هل ينفع جوزي يمسك موبايلي يبص؟ هو من نفسه مش هيفتح. استحاله هو من نفسه مش هيفتح. الثقه دي بتتبني يا ياسمين في سنين يا دكتوره. ولا هو بس نفرق، عايزين نفرق بس نقط معينه. دكتوره سعاد هو ما يشوفش تليفون مراته ازاي يا دكتوره؟ لا 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 هي انسانه انسانه زيها زي التليفون يبقى مفتوح ليها رغباتها وليها طلباتها وليها صديقاتها وملوش ابدا انه يتجسس. احنا اولا لازم نحترم الخصوصيات، لازم نحترم الخصوصيات. مش تجسس بس يشوف تليفون عادي. تليفون لا لا احنا ولا هي يشوف تليفونه ولا هو يشوف ولا هو يشوف تليفونه. كل واحد مستقل بذاته فيما يملك. لازم يحميها من اي اذى. يحميها من نفسها. واخد قطه فاقده الاهليه. ايوه لا عايزين بس نتكلم في نقطتين عشان ما انتهوش. بس يا دكتور سعاد عايزه تتكلم تقول له الراجل لما بيشوف بنت معديه بس مع حضرتك للاخر يقول لها ايه؟ هو راجل فاهم البنت دي ما تمشيش معاها، فهي تقول له ايه؟ لا دي حبيبه قلبي وبتحبني. بعد فتره بنلاقي ايه؟ ان كلامه صح لانه هو ليه نظره. بلاش دي ممكن تكون بتعكسه. فهو لما يشوف هي بتتكلم مع مين بهدف الحمايه والمحبه مش التجسس مش المراقبه، ده مسموح. ازاي الراجل ما يشوفش تليفون؟ مربوط تماما. عايزين بس نتكلم يا دكتوره بعد اذنك. لا 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 احنا عايزين نتكلم في نقطه. لازم يبقى في نوع من الخصوصيه ما بين كل طرف والتاني. انا النهارده عندي علاقات بموكليني ما ينفعش حد يطلع عليها، بس التليفون بتاعي مفتوح. صدقني هي مش هتستهويها علاقاتك بموكليني. الباسورد مفتوح. مفتوح. انا ليه بقفل الباسورد بتاعي؟ يعني بيننا وبين بعض ليه بنقفله؟ ده غلط، ده مش صح. لا هي تقفله ولا هو يقفله. بالظبط. عاوز هي طبعا ما تقفلوش. انت اعمله بس تقول له هو ايه. وهو اتفضل. لا هو حر. لا هو اللي يديله حر. لا لا مش بس. بص لا 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 خلينا نتكلم دور. هي حره وهو حر. هما الاثنين احرار بس لازم نراعي الخصوصيه ما بين بعض. في هزار بين الرجاله وبين بعض مش مسموح الست تشوفه، عيب انها تشوفه. هو بيهزر وراجل يعمل اللي هو عايزه. وبرضه ممكن يكون في هزار ما بين الستات برضه ما ينفعش يا دكتور. زيها زي الرجل بالظبط. وعلى عيني وعلى راسي وهي انسان وست وست الستات وست البنات. بس التليفون بس عشان الحته دي بس مهمه. لا. هو ممكن يكون دايما الرجال عندهم جروبات مع بعض بيقولوا كلام مش حلو. واحنا كمان عندنا جروبات مع بعض بنقول كلام. جروبات عادية. مامتي بتبعتلي انا ببعت لمامتي اسرار عادي. زي ما انا ليا خصوصيتي هو كمان مش هيخش يشوف الاسرار. انا بتكلم في ما انه في شيء معين خطر. ويشوف بقى الرسايل ويشوف ما اعرفش ايه. يا دكتوره احنا بنحط اصول. ايوه الاصول ان كل واحد مستقل مبادئ. أيوة. وكل واحد له خصوصيه مستقل بس عشان الست بتبقى طيبه وغلبانه مش فاهمه في الدنيا قد وتسيبه بس يشوف الدنيا عشان يطمن. تستشيره. ما مش عارفه ان طيبه وغلبانه هي مش عارفه ان الست دي بتخرب عليها. هو اللي عارف ان هي طيبه وغلبانه. مين ياسمين؟ بنات بقت متعلمه دلوقتي وعندها بس برضه فيها حته طيبه. يا استاذ ياسمين حضرتك النهارده لما جينا نتكلم احنا بنقول يبقى في نوع من الخصوصيه. أيوة. لكن الخصوصيه ديت مش على المشاعر. ايوه مش اصل مصطلح مطاط. الله ينور حضرتك. احنا النهارده لازم بيبقى في ثقه ما بيني وما بين الزوجه. اذا لم توجد الثقه او لم ماشي موجوده طبعا على الدنيا السلام مش هينفع. اخد التليفون.